بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر ديوانية آيات ومشاركة في هالمساحة، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله نكون أكون ضيف خفيف وتكون المعلومات اللي نقدمها إن شاء الله مفيدة للجميع. والبدء الكلام عن أهمية الصوت يؤكد فعلا الإجابة على السؤال اللي تفضل فيه، هل هو فعلا مهم ومهم لمن؟ نتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه لما صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. حديث عظيم. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ويزداد جمالا بالصوت الجميل. حديث رواه أصحاب السنن وصححه الألباني. فتخيل أن القرآن كلام الله يزداد جمالا بالصوت. أيضا روى البخاري ومسلم عن طريق أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني، صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقيل المزمار الصوت الحسن، وأقول لعل المقصود هو الحنجرة مصدر الصوت. فتخيل هذا الجمال والروعة، أنه الصوت الجميل يضفي جمالا على الكلام، على كلام الله سبحانه وتعالى. مش هذا فقط، الصوت وهو وسيلة إيصال اللغة والكلام. يعني لو ما كان عندي صوت، أنا الآن في عندي يعني بداية زكام بسيط، لو كان زكام كبير كان ما قدرت أسولف معكم وأتكلم. كذلك أنت أخي حسام، الله يحفظك يحفظ الجميع، المدرس المدرسة، الأم في البيت، الأب، المحاضر اللي يرد على المكالمات في مراكز الاتصال، كل هذول يحتاجون صوت جيد بحيث أن يوصلون اللغة والكلام. أيضا الصوت سبحان الله يعكس أحاسيس الإنسان ومشاعره. كل منا أكيد مر عليه لما يسمع صوت واحد يقول له: سلامات، شكلك اليوم تعبان، سلامات، شكلك اليوم زعلانة. فسبحان الله الصوت مرآة فعلا صادقة في أحيان كثير لمشاعر الإنسان. مو بس كذا، حتى الحالة الصحية للإنسان ممكن تعرف من الإنسان أنه مريض أو تعبان فعلا، تعب جسدي أو كذا، من الاستماع لصوته. وحتى وتعب نفسي حتى ممكن تعرفه إذا كان هو تو صاحي من النوم ولا لا. وأيضا أضف إلى ذلك، الصوت المتطلب أساس لكثير من الوظائف الأعمال. يعني في ناس وظيفتهم تحتاج للصوت، وذكرت بعض الأمثلة: مقدمي البرامج، المحاضرين، المدرسين والمدرسات، المقرئين، المنشدين، المغنين وخلافه. فلا خلاف على أهمية أن يكون عندنا صوت جيد. وعلى فكرة أيضا، وعشان ما نطول في الموضوع هذا، ولكن الأهمية، والصوت الجميل يعطي إحساس للمستمع بالراحة، والعكس صحيح، إذا كان صوت نشاز مزعج يعطي الإنسان المستمع صوت مزعج. ف يعني أنا شهادتي في الصوت مجروحة، لكن فعلا الجميع، كل منا يحتاج لصوته. حتى احنا عندنا في كرسي بحثنا نسمي صوتك ثروة، فحافظ على صوتك تحافظ على ثروتك. طيب معلش دكتور خالد، يعني ما انت تطرقت لموضوع الاحاسيس. لنفرض هذا الانسان رب سبحانه وتعالى خلقه بدون صوت جميل، جميل، لكن احيانا في بعض الاشخاص الله يحفظك يتكلم او يقرا القران باحساس مثلا عالي واستشعار عميق مثلا لايات الله سبحانه وتعالى، فيكون في له تاثير على المستمع. فهذا التاثير كان بسبب الصوت؟ يعني هذه بالنسبه لي مثل اللغز، يعني أنا عارف إنه هذا الفلان صوته ما هو بجميل لكن متعني أو أثر فيني. فموضوع الإحساس في القراءة هل يؤثر فعليا على نبرة الصوت؟ نحن نتكلم عن طرفين، طرف قارئ مثلا زي ما المثال اللي تفضلت فيه يقرأ القرآن، والجهة الأخرى والطرف الآخر مستمع أو مصلي أو اللي هو. نعم، ترى بعض الأصوات اللي فيها بحة بسيطة قد تكون جميلة يقبلها كثير من الناس. بل أنه عندنا مرضى عندهم مشاكل في الصوت، بحة عندهم لسنوات وتعودوا الناس عليها، وكان يقرؤون أو يتكلمون بها بهذه البحة. ترى أحيانا بعضهم بعد ما تصلحت البحة اللي عنده انزعج، قال صوتي صار أحسن لكن الناس ما ارتاحت لأنهم متعودين على صوت البحة البسيطة اللي فيه. إجابة أيضا على سؤالك، نعم صحيح، الصوت ليس كل شيء، لكن أيضا الصوت مهم في القرآن، القراءة، التجويد، الترتيل. لكن لنرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. يظل الصوت الجميل الندي أداة رائعة لتجميل
أو تزيين كلام الله سبحانه وتعالى بنص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فالناحيتين صحيحة، نعم. جميل جدا، واضح جدا دكتور خالد. طيب إذا أختنا عفاف عندك حول المحور اللي جالس يتكلم فيه الدكتور تساؤل، تفضلي. طلبت المايك أختي عفاف، موجودة معنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام. أحياكم الله جميعا، المضيف والمهندس حسام والبروفيسور خالد، شكرا لهذا الموضوع القيم اللي كلنا بحاجة إليه. فقط عندي تعليقين بعد إذنكم، هو سؤال وتعليق. التعليق إنه يعني تأكيدا على ما ذكرته سيادة المهندس حسام على موضوع الإحساس، وكيف إنه ممكن الصوت ما يكون جميل لكن يكون بصدق، الإنسان اللي يتكلم بصدق ويكون قادر على إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة ومن قلبه. إحنا دائما كده عندنا كلمة نقول فلان بيتكلم من قلبه، فيوصل الخطاب بشكل أفضل وأجمل حتى إن لم يكن مالكا لنبرة جميلة. وهذا زي ما تفضل سيادة البروفيسور، ممكن إنسان يكون نبرته ما هي جميلة لكن طريقته في القراءة أو في التلاوة أو في الإنشاد أو حتى في الكلام تكون من القلب فتصل إلى القلب. جميل. وما يخفى على أحد منا موضوع طبقات الصوت وتأثيرها في المتلقي. لما ندرس البادي لانجوج بنجد إنه طبقات الصوت مهمة جداً في إيصال مو بس المعلومة، كمان الإحساس والفكرة. صحيح. فهذا الأمر جدا مهم. سيادة البروفيسور عندي سؤال بعد تفضلي. كوني أنا معلمة قديمة، يعني لي 26 سنة في التعليم ومدربة من أكثر من تقريبا 17 سنة. الآن أنا عندي طبعا بتعرض أحيانا لإجهاد شديد في صوتي، بالإضافة أني أنا قارئة للقرآن وبعلم بنات الناس هذا الأمر، فبالتالي التكرار بشكل وبصوت عالي مو زي الإنسان لما يقرأ لوحده. صحيح. هذا بيعمل إجهاد أكثر للحبال الصوتية. طيب. فلما أمر بفترة فيها ضغط بينبح صوتي، بأشعر أني تعبانة أحياناً، حتى يعني زي ما تفضلت حضرتك الصوت مو بس بيوصل نبرة، هو بيوصل حتى إحساس. صحيح. الإنسان. صحيح. بيبان اللي تعبان أو مريض أو صاحي من النوم أو حزين أو فرحان. صحيح. أياً كان بيصل. فإيش النصائح اللي ممكن حضرتك يعني تكرمنا بيها عشان نحافظ على الحبال الصوتية ونحافظ على سلامتها؟ شكرا جزيلا. ابشري ابشري أخت عفاف، الله يعطيك العافية. طبعا المحور هذا اللي يتعلق بالنصائح محور جاي وكلام عليكم فيه كبير وكثير، ونصائح إن شاء الله أتمنى تكون مفيدة وعملية، وكثير من المرضى استفاد منها إن شاء الله، نتطرق لها في حين إن شاء الله بإذن الله. ابشري بإذن الله تعالى. لذلك أنا أرجع أذكر اللي بيطلبوا المايكات معنا، يا ليت يكون تساؤلهم في طلب المايك حول المحور اللي احنا شغالين عليه. يعني الآن جالسين نتكلم مثلا عن أهمية الصوت، والدكتور ما قصر أعطاني يعني بعض النقاط. لا، في عندي تساؤل أخير دكتور إذا تسمح لي، وبعدها أنتقل للمحور الثاني. فكرة أن تقدم عمر الإنسان، يعني مثلا بعد 18 سنة، جميل، عادة الإنسان يكون صوته أصبح معروف وواضح وثابت لسنوات معينة، صحيح؟ فهل في فترة من العمر الصوت يبدأ يتغير فيها، يختلف؟ يعني أحيانا أنا ممكن أسمع صوت شخص أقدر أقول والله هذا الرجل شاب في مقتبل العمر، أحيانا أقدر أحدد أنه كبير في العمر، بجانب بغض النظر عن أنه مريض أو غير مريض، أنا أتكلم بشكل إنسان صحته جيدة، فهل تقدم العمر له تأثير؟ صحيح، بلا شك. إذا كان الصوت يعكس قلنا حالات نفسية وجسمية كثيرة، فبالك في العمر. في المرحلة الطفولة، خلينا نقول بشكل أساس عشان ما نطيل على المستمعين، في مرحلة الطفولة عادة تكون أصوات الأولاد والبنات متشابهة. عند سن البلوغ عادة 15 سنة يزيد أو ينقص، صوت كما تعرفون صوت الولد يبدأ يخشوشن، النبرة حقته البيتش نسميها تنخفض، فينعرف صوته كرجل. وصوت البنت أما المرأة يزداد حدتها العكس تماما، فيكون صوت طبقتها عالي. مع العمر، مع كبر السن، سبحان الله، يبدأ صوت الرجل يزداد، تزداد حدته فيقترب أكثر من صوت المرأة، مع طبعا ضعف عام في العضلات، فيبدأ الصوت ضعيف. أنت زي ما تفضلت بالضبط، ممكن تعرف من الصوت إذا كان هذا المتحدث أو المتحدثة كبير في السن أو صغير في السن، فهذا صحيح. وهناك أمراض أو خلنا نقول أعراض يشتكي منها بعض كبار السن،
وهي ضمن التطور الطبيعي للعمر. إذا لقينا لوقت ممكن نتكلم عنها، وهذه سبحان الله من روعة الصوت وكيف يعكس حالة الإنسان وزي ما تفضلت أيضا عمره. لكن ما هو بشرط تقدم العمر يؤثر سلبا على الصوت لطالما الصحة جيدة لا دكتور، يأثر، يعني مو يأثر يا بشرط انه مهندس، لا والله يأثر الصوت. أي سلبا طبعا طبعا، سلبا. صوت كبير السن عادة أضعف، هذا واحد، لأن في نعم عناصر في الصوت، من أهمها قوة الصوت، شدته loudness، كويس، وتقاس بديسبل، وأيضا حدة الصوت يعني الدرجة حقته، وتقاس بالهرتز. كبير السن قوته أن يرفع صوته تقل طبعا، وأيضا جمله الطويلة ما يقدر، في العادة أتكلم في الغالب، ها، جمله ما يقدر يقول جمل طويلة لأنه العضلات اللي في الثنائيتين الصوتيين تضعف، فيصير في فراغ بين الحبين الصوتيين، فيصير في تسيب، فيحصل صوت عنده صوته فيها ضعف، فيه ضعف وعدم قدرة على الكلام لمدة طويلة، وهذا طبيعي مع العمر زي أي ضعف في جسم الإنسان. هل أقدر أسميه مرض؟ ما راح أسميه مرض، لأنه زي ما قلنا هذا نمو يعني في العمر، زي ما حركة الإنسان الكبير في السن ما يقدر يمشي بسرعة زي ما كان أول، ما يقدر يسوي حركات سريعة زي ما كان أول، الصوت نفس الشيء بالضبط. جميل جدا دكتور، واضح جدا. طيب أخونا عبد الإله، إذا حول النقاط اللي تكلمنا فيها مع البروفيسور خالد، عندك تساؤل عبد الإله حول أهمية الصوت والنقاط اللي تفضل فيها الدكتور؟ يا ليت، تفضل حبيبي. السلام عليكم عليكم. السلام ورحمة وعليكم الله مساء وبركاته، الخير. أهلا وسهلا. أنا عمري 17 هذا الشهر، يعني من الأمام في ما التراويح، شاء الله. لكن تجيني يعني كذا بحة، يعني في الصوت ما يكون ممتاز صح، عكس الأيام العادية قبل رمضان كان يعني ممتاز كويس. ما أدري هذا طبيعي ولا طيب ما أدري شو السبب طيب انا الصراحة. بجيب اجابه مختصره وحنجي لها هذه بعدين ان شاء الله باذن الله. ايضا شوف، زي ما شرحت في البدايه، في عندنا مستخدم وفي عندنا الحنجره، الانسان والحنجره. اذا مشكله في الصوت اما واحد منهم او اثنينهم. اذا لو طبقنا المثال عليك انت، نبغى لازم طبعا ناخذ تاريخ مرضي، وما ينفع تشخيص من طريق المساحه، لكن تاريخ مرضي ثم كشف، نشوف هل في شيء عضوي في الحنجره. اذا الغينا ما في شيء عضوي واضح في الحنجرة ومرض فيها، يكون أنت قاعد تحمل حنجرتك أكثر من طاقتها، أو تستخدم حنجرتك بطريقة غير مناسبة لك، وقد نجي لها إن شاء الله في الكلام. من أهمها الطبقات، المقامات، قد أنت تقلد طبقة ما تنفع لك، ما تتناسب مع حنجرتك، أو لسه ما تدربت أنك تجيبها صح، أو القد. عشان كذا لكل حالة يبغى لها تقييم، ناخذ تاريخ مرضي، نسمع المريض عادة أو المشتكي أثناء كلامه وأثناء قراءته للقرآن مع الفحص اللي قلنا عليه، ويصير عندنا تشخيص ونعالج على هذا الأساس. ولعلك إن شاء الله بإذن تكون معنا لما أتكلم عن النصائح العامة وقبلها الحالات الشكوى، قد تلاقي أيضا إجابة أكثر على سؤالك إن شاء الله. جميل جدا. طيب يعطيك العافية، حياك الله. الله يرفع قدرك اخوي عبد الاله. طيب عندي انا تساؤل، لكن قبل التساؤل اول شيء ارحب بكل من انضم لنا في المساحه. شكرا جزيلا على وجودكم، حياك الله شيخ ناصر، شكرا على وجودك معنا ايضا. بس طلب بسيط جدا انكم تغردوا بالمساحه من خلال الزائد اللي موجود في الزاويه تحت كذا، وغردوا. هذه المساحه مهمه للجميع، كل انسان يهمه صوته يكون جيد، مو بشرط فقط تكون من القراء او من المعلقين الصوتيين، لا، في اشياء أو في محاور إن شاء الله نتكلم فيها اليوم مع الدكتور مهمة لكل إنسان. أنا أعتقد في شيء اسمه الصحة الصوتية، هذا اعتقاد عندي أنا الشخصي، إن أنا كيف أحافظ على صوتي، كيف، لأنه هو يعتبر من الصحة ومن نعم الله علينا سبحانه وتعالى. هذا أولاً. ثانياً، اليوم الدكتور خالد المالكي مشكور، هو طبعاً بروفيسور واستشاري في طب التخاطب والمشرف على كرسي بحث أمراض الصوت والبلع والتخاطب قسم الأنف والأذن والحنجرة في كلية الطب جامعة الملك سعود. فشكرا جزيلا للدكتور على قبول الدعوة المقدمة له من قبل آيات، مؤسسة آيات الوقفية. والآن يا دكتور، لما نيجي نتكلم، لما دار حوار بينك وبين أخونا عبد الإله، تطرقت للمقامات، وهنا في تساؤل، يعني هو صوت الإنسان في الأصل كيف يخرج؟ يعني أنا كيف صوتي جالس يخرج من الفم؟ نعم، وهذا له بشكل أو بآخر تأثير على مفهوم المقامات، فودنا تعطينا كذا لمحة عن هذا طيب جميل. الجانب. تفضل دكتور. أول شيء رحب بالشيخ ناصر، الله يعطيه العافية، سعدت بوجوده معنا، وهو ما شاء الله قامة صوتية ومدرسة صوتية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع وينفع به. صحيح، خلنا نمر في
في دقائق بسيطة في رحلة إيمانية، خلينا نقول طبية، نستشعر سبحان الله قدرة وعظم خلق الله سبحانه وتعالى في إخراج الصوت. خليني بس أوضح مبدأ قد يكون إجابة على سؤال سابق. ترى عندنا في التخاطب في عندنا ثلاثة أشياء رئيسة فرق بينها، في الصوت اللي هو يطلع من الحنجرة، وفي الكلام اللي هو الحروف اللي تطلع مني، وفي اللغة اللي هي في الدماغ تتحكم ماذا أقول ومتى أقول. موضوع كبير، إحنا اليوم حنركز فقط على الصوت، وفي فرق بين الصوت والكلام. قد يكون صوتي لما قلت عن البحة، قد يكون عندي بحة بسيطة في صوتي، لكن كلامي كحروفي كوضوح كتجويد كإخراج الحروف من مخارجها يكون جميل وممتاز، ممتاز جدا. وقد يكون العكس، قد يكون صوتي جميل لكن الحروف ما أنطقها بشكل جيد، أو في خنة أو في تلعثم. فهنا مشكلتين مختلفتين، كلامنا اليوم عن الصوت. طيب كيف يخرج هذا الصوت؟ شوفوا سبحان الله، خذوني أنا كمثال. أنا أتكلم الآن أطلع صوت وأقف بعد فترة حتى أخذ نفس، تبدأ عملية، وهي ترى مهمة جدا، مو بس عشان معلومة نعرفها، لا حتى في الجلسات، حتى في التحكم الجيد في إخراج الصوت، من يخرج صوته ويحتاج صوته يفهم معي هذه الآلية الطبيعية اللي تحصل. علشان أطلع صوتي لو كلكم حتلاحظون أنه أبدأ بأخذ نفس، ترى من غير نفس يجب أن لا يكون هناك أي صوت، وهذه من المشاكل اللي نعاني منها أو تطلع عندنا في العيادة. يتحمس الإنسان فينتهي نفسه فيطلع صوته من غير نفس، هذه مشكلة جدا للحنجرة. فأول شيء أخذ نفس، تمتلئ الرئتين بالهواء، بعد كذا أضغط الحجاب الحارز، أضغط على الرئتين فيخرج الهواء من الرئتين عبر القصبة الهوائية ويمر على الحنجرة. الحنجرة فيها عضو أو حبلين أو ثنيتين صوتيتين، سبحان من خلقها، ترى طولها 2 سنتي تقريبا، أصغر شوية في النساء وأكبر شوي في الرجال. الحبلين هذا لو الثنيتين يرتقيان في الأمام مفتوحين من وراء، أثناء ما أنا أخذ نفسي، ولازم أخذ نفسي عشان أتكلم زي ما قلنا، سبحان الله لا شعوريا أنت ما تحس فيها ولا أنا أحس فيها، الحبلين يبتعدان عن بعضهما من الخلف فيسمح بدخول الهواء. ولما أبغى أتكلم زي ما أنا قاعد أطلع صوت، أطلب لا شعوريا من الحبلين والثنيتين الصوتيتين يقتربان فيطلع الصوت من غير اقتراب كامل وجيد للثنايا الصوتية في المنتصف، تحصل عندنا مشاكل. يعني إذا في شلل في الثنايا الصوتية في واحد منهم والاثنين، الصوت عندنا مشكلة. إذا في لحمية زي ما حنتكلم عنها بعدين، الصوت فيه مشكلة. خليني أعطيكم مثال، أنا أخذت نفس الآن ثم أبغى أطلع صوت، بستخدم بطلع صوت بس بعد، وأنا ما أطلب من ثنيتين الصوتين تقتربان، حيكون كلامي بالشكل هذا. أنا الآن قاعد أتكلم والحبلين الصوتيتين ما بعيدون عن بعض، شوف كيف كان صوتي، أصبح صوتي ضعيف غير مسموع لأنه الثنيتين قاعد أتكلم والثنيتين بعيدة عن بعض. ففي الحنجرة شو اللي يحصل؟ الحبلين أو الثنيتين تكون شكلها جيد وحركتها أيضا جيدة، لا تقترب بقوة فيكون الصوت مخنوق وهذا متعب جدا، ولا تقترب بضعف فيكون الصوت ضعيف ولا أحد يسمعه. سبحان الله، بدقة عالية تقترب مع بعض، وبس كذا ممكن أنا أرفع صوتي بنفس النبرة ونفس الحدة، وممكن أطلع بنبرات، أطلع أنزل، هذا يمكن الكلام تفضلت فيه عن المقامات، هي كل المقامات اللي يتكلم الناس عنها، كل النبرات، كل الشدات، كل الحدات، كلها من ثنيتين صوتيتين في حنجرتك أو حنجرتي، طول كل واحد منها 2 سنتي. طيب هل بخروج الصوت من الثنيتين هم يقتربان من عند الحنجرة في الحنجرة يكفي؟ لا، أنا بطلع صوت أيوة، طيب هل طلع الصوت هذا يكفي؟ لا ما يكفي، يجي هنا الكلام، مرحلة الكلام اللي قلنا عليها. هذا الصوت يمر عبر أعضاء النطق، اللسان والشفتين والحنك اللين وخلافه، فيشكل هذا الصوت، يشكل لياه بحروف وأصوات شاس. لاحظوا كيف صوت ثم كلام. طيب الكلام من غير معنى ما مفيد، يجي هنا اللغة. اللغة أنت سألتني قلت لي السلام عليكم، أنا أعرف أن ردها وعليكم السلام، فتخيلوا معي عشان أقول أنا وعليكم السلام، هأخذ نفس، نفس يكون جيد يكفي للجملة، ثم أطلع الهواء، أطلب من الحنجرة من الثنية الصوت ثنيتين تقتربان، يطلع صوت مناسب حسب ما أنا أبغى،
وعليكم السلام ورحمة الله، يمر هذا الصوت عبر أعضاء النطق فيطلع لي الكلام أو الصوت اللي احنا قلنا مع بعض. ممكن على فكرة، وهذا موضوع آخر، الكلام نفسه يتغير حسب النبرة اللي أتكلم فيها، هذا مو صوت. ممكن أقول وعليكم السلام ورحمة الله، أعطيت رسالة أخرى، وعليكم السلام ورحمة الله. هذه الأخت اللي سألت عن طريقة الكلام والمشاعر فيها، هذا ترى مختلف، هذا يتكلم عن الكلام. إذن باختصار عشان ما أطول عليكم، حتى يطلع صوتي جيد أحتاج هواء جيد، أحتاج حنجرة فيها ثنيتين صوتيتين تتحركان بشكل جيد، شكلها جيد زي ما إذا هتكلم فيها بعدين، وتتحرك تقترب أثناء إخراج الصوت عشان أتكلم، وتبتعد أثناء النفس عشان ما أنخنق. نعم. طيب دكتور خالد، لما تطرقت في البداية وتكلمت عن الكلام وعن نعم الصوت، انت فرقت صحيح. بينهم كأن الكلام فقط يكون من اللسان، هل في علاقة موجودة في ملء البطن بالهواء، أو في شيء له علاقة إنه في، أو ما أدري هذا المفهوم صحيح أو خاطئ، إنه في صوت من البطن، في صوت من الأنف يجي، يعني هو هذه تحتاج تمرين؟ طيب زي ما قلت لك، يعني قد أنا مرة أميت نعم مجموعة وقالوا أنت جالس تقرأ القرآن من أنفك، ايوه لا أنت لابد أنك تقرأ القرآن من، في شيء له علاقة في البطن، يا ليت توضح لي الجزئية هذه طيب، دكتور هذه عندك طبعا شاكر. فعلا في فرق بين الصوت والكلام. الخنة أو الغنة اللي تطلع من الأنف هذه مشكلة كلام، ما هي مشكلة صوت، وإن كان بعض المراجع تسميها صوت. خلينا أمثل لك إياها الآن. لما أتكلم بهذه الطريقة، لاحظ الآن الصوت طالع كثير عن طريق الأنف، هذه خنة عالية. هذه مشكلة كلام ليست مشكلة لغة، لكن طبعا الاثنين يدخلوا يتداخلون مع بعض. أنت تكلمت عن البطن، البطن دوره يمكن الدخول في تفاصيل الموضوع الآن قد يشتت الزملاء والزميلات أو الحاضرين، لكن إحنا في جلساتنا لما ندرب على تحسين الصوت وتقويته دائما نقول نحتاج نفس جيد، والنفس الجيد يتحكم به عن طريق البطن. وقد نتسولف في الموضوع هذا لما نيجي نتكلم عن الجلسات كإحدى وسائل العلاج، وتذكروا هالنقطة هذه، حنجيلها إن شاء الله بعدين، إيش دور البطن والتنفس عن طريق البطن لإخراج صوت جيد. جميل جدا. طيب موجود معنا رتل معي ومحمد، إذا عندكم تساؤلات حول المحور الأول والثاني اللي تناقشنا فيه عن صوتك كيف يخرج، رتل معي، هل تساؤلك حول هذه النقطة كيف كيفية خروج الصوت وعن أهمية الصوت، رتل معي، طلبت المايك. طيب محمد موجود معنا أيضا، تفضل يا محمد. محمد أخوي تسمعني؟ الله يحفظك. ألو أسمعك، تفضل أخوي محمد. معلش افتح المايك يا محمد مرة ثانية، الله يحفظك. محمد افتح المايك. كيف تمام ولا إيه؟ أي لا تمام، بس سؤالك حول النقاط اللي تكلم فيها الدكتور سابقا يا محمد. لا والله ده أنا لسه داخل المساحة بأمانة، أنا أول مرة أدخل المساحة ومبسوط جدا، ويا ريت الشيخ ناصر القطامي موجود أصلا في المساحة ديت بنفسه. طيب خلينا نستأنف المساحة ونرجع لك مرة ثانية أخوي محمد، الله يحفظك. تفضل يا فندم. شكرا شكرا لك. إذا سمحت لي قبل ما ننهي المحور المهم يس هذا، أكيد تفضل أيوة دكتور، قبل ما تفضل ننهي أكيد. هذا المحور ندخل المحور الأمراض. في سؤال إذا سمحتوا لي، أنا أسأل، جاء دوري أنا أسأل، وممكن بعد إذنكم يعني شوف أنت بعد إذنك يا مهندسنا رتب من يجيب. أنا سؤالي، أبد أبشر. ما هي أهم وظيفة للحنجرة؟ تكلمنا وسلفنا الآن عن الثنيتين والحبلين الصوتيين، هما نفس الشيء طبعا، أنا أسمي الثنيتين أفضل من الحبلين، وقلنا نحتاج أنها تفتح علشان تتنفس وتقترب عشان الصوت. سؤالي، ما هي أهم وظيفة للحنجرة؟ إذا ما قامت بها تحصل مشكلة كبيرة هقول عنها الآن. سؤال جميل صراحة، أنا ما عندي إجابة دكتور، طيب لكن خلينا أنا نشوف، شوف في بعض الحاضرين لكن طرح عندي عندهم فكرة شرط، جيدة. أي بدون البحث في جوجل أيوه اتفقنا، أي صدق نبغى الإجابة، يعني نبغى الإجابة تكون كذا اللي موجودة في عقلنا بشكل عام، فاطلبوا المايكات اللي عندهم تجاوب مع سؤال الدكتور خالد أهم عبر وظيفة سبيل إن للحنجرة. طالب. نعم جميل، عابر سبيل إن طالب المايك، هل طالب المايك للإجابة عن هذا السؤال أعطيني إشارة قلب إذا فعلا، لأني ما أبغى أرفع أحد بالخطأ، اللي عنده تجاوب مع هذا السؤال يعطيني إشارة بالقلب أو يطلب المايك الله يحفظكم. أستاذة عفاف عندك تجاوب مع سؤال الدكتور؟
نعم بارك الله فيك. اللي صدق. أعتقد والله أعلم إنه الحنجرة هي حماية، حماية لأجزاء كثير، حماية للجهاز التنفسي، للمعدة، لكل المنطقة هذه، سبحان الله. والله يا دكتور خالد أنا شاك إن عفاف دورت في جوجل وأجابت. لا لا هي قالت تفضل دكتور خالد تعطيه. لا والله خبرت الصوت وتكلمت على الموضوع. طيب أخت عفاف أنا نعم من التجربة هذه ثاني أهم وظيفة للحنجرة وأشرحها للحاضرين والحاضرات. فعلا نحتاج كل إنسان مننا يحتاج أثناء البلع أن الحبلين الصوتيين ينغلقان تماما زي ما تفضلتي علشان ما يدخل الأكل والشرب إلى مجرى التنفس فيشرق الإنسان. ليش تحصل شرقة لما واحد يسولف ولا يتكلم ولا يشرب؟ هذه برنامج حماية، نظام حماية إلهي في الحنجرة معمول من غير تحكم فينا، ولا نطلبه ولا نحط زر أوتوماتيك ولا شيء أوتو. ها إذا دخل شيء غير الهواء واقترب من الحنجرة والثنايا الصوتية تبدأ عملية سريعة جدا من كحة وشرقة حتى نطرد أي شيء دخل واقترب من هالمكان. هالمكان ممنوع ما يسمح فيه إلا للهواء. ليه؟ إذا دخل شيء على القصبة الهوائية على الرئتين تحصل التهابات ومشاكل كبيرة، وهذه مشاكل في البلع. فإذا نعم، لكن لسه أنا بقول أهم منها في 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 مهم في شيء أهم منه. إذا عشان الوقت طيب نسمع عابر نسمع عابر سبيل, سبيل حول سؤالك. اي عابر سبيل تفضل، عندك تجاوب مع تساؤل الدكتور خالد؟ عابر سبيل. طيب عابر سبيل اخرج من المساحه تماما لان في عندك صدى في الصوت الله يحفظك. اخرج من المساحه وارجع اطلب المايك مره ثانيه اكون لك شاكر. عابر سبيل اخرج من المساحه وارجع مره ثانيه اطلب المايك لان عنده مشكله صدى. طيب ابو ابتسام اذا تفضل يا دكتور. تفضل ابتسام. ابو ابتسام اعتقد السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. يمكن اسال الدكتور اذا سؤالك حول المحور اللي المحاور اللي تكلمنا فيها تفضل. ايوه اول شيء انا كامام مسجد نعم عندي مشكله في الصوت نفسه، التهاب يعني في الجهه. طيب. أبو ابتسام أبو ابتسام عشان الوقت خليك معي على الستيج، حنا حنتطرق لمحور خاص ببعض الأمراض والإشكاليات الخاصة بالصوت، وخليك معي على الستيج ونجيب عن سؤالك. جميل إن شاء الله يا أبو حافظ على الوقت. طيب خليني أجاوب عشان الوقت. طيب بس أقدر أبو ابتسام بس عشان الوقت يا دكتور الله يحفظك أبو ابتسام انتظر شوي الله يحفظك أبو ابتسام خليك معي. إن شاء الله أجاوب على سؤالك بس في الوقت وعلشان بس ما تتداخل المواضيع أنا أجيب لكم عشان الوقت. أهم وظيفة إخواني وأخواتي للحنجرة هي التنفس، النفس. أضيق منطقة في مجرى التنفس هي منطقة الثنيتين الصوتية، وأنا شرحت طريقتها في الكلام. لو ما الحبلين هذولا ما ابتعدا عن بعضهما أثناء أخذي للنفس أنا الآن أتنفس والحبلين مقتربين عن بعض، مقتربين من بعضهم البعض. أهم وظيفة للحنجرة ليست الصوت، أهم وظيفة للحنجرة هي السماح بالهواء والتنفس. لذا فشلت هذه الوظيفة وكان الضيق شديد يجب أن تفتح فتحة في منطقة الرقبة للتنفس، هذا يحصل عند بعض الحالات. ثاني وظيفة في الأهمية اللي ذكرتها الأخت عفاف لحماية مجرى التنفس والرئتين من دخول الطعام والشراب وكذا. ثالث وظيفة هي الصوت. وفي وظيفة رابعة قد بعضنا ما يعرفها اللي هي بعض الأخوان المصري يسموه الحزقة، أو اللي تشد على نفسك أقول أكرمكم الله إذا كان في دورات المياه أثناء التبرز، المرأة عند الولادة أنت تبغى تشيل شيء ثقيل، هل الشد هذا ما تستطيع تقوم به إذا ما كانت الحبلين الصوتيتين حبل الصوتيين يعملان بشكل جيد. الرسالة يوصلها هنا حافظ على حنجرتك، حافظي على حنجرتك. الشغلة ما هي فقط صوت، الشغلة تنفس وبلع وصوت، وهذه الوظائف الثلاثة مترابطة مع بعض. فسبحان الخالق سبحانه وتعالى. سبحان الله. طيب شكرا لك دكتور خالد على هذا التوضيح. وأبو ابتسام أي تساؤل عن الأمراض إن شاء الله بعطيك المجال، خليك معي على الستيج الله يحفظك. دكتور أحيانا لما نيجي نسمع كلمة الخنة هذه، هل هذا يعتبر سوء، خلينا أتكلم عن سوء إدارة الصوت وسوء إدارة الأحبال الصوتية، أم هذا يعتبر مرض؟ يعني أنت عارف أنا اللي فهمته أنه في أمراض للحنجرة، فهذا يعتبر مرض؟ ياليت توضح لي، وأيضا تنويه عن بعض الأمراض الخاصة بالحنجرة دكتور خالد. طيب شكرا. بالنسبة زي ما قلنا موضوع الخنة هو مشكلة زي ما قلنا كلام،
وهي في تحصل مشاكلها في منطقة أعلى من الحنجرة، في المنطقة اللي خلف الأنف، في صمام يمنع مفروض خروج الأصوات، الحروف احنا نسميها حروف، أنتم تسمونها حروف، احنا نسميها في علمنا الأصوات، خروج الأصوات من الأنف إلا صوتين مسموح بخروجها عن طريق الأنف، اللي هم من يقول لي بعد لأنكم أو صعبة، خلي أقولها أنا يمكن صعبة فتح المايك، اللي هو الحرف صوت الميم والنون هاي تخرج طبيعي عن طريق الأنف، ويجب أن تكون البوابة اللي خلف الأنف اللي بين منطقة خلف الأنف وخلف الفم تكون مفتوحة بالصمام اللي هائل بالعمق نسميه. إذا هذا الصمام فيه مشكلة، شلل، شق في خلقي أو إصابة، يحصل عندنا اللي قلنا عليه، الكلام يطلع حتى في غير حروف الميم والنون يطلع عن طريق الأنف، وهذه ما نسميه الخنة أو الهايبر نيزاليتي. هذا موضوع ثاني مختلف وقد يحتاج نقاش كثير. احنا الآن في منطقة الحنجرة والثنايا الصوتية وإخراج الصوت. عشان كذا إذا قلنا ما هي أمراض الصوت، وهذه قد حسألكم بعدها سؤال بعد المرور السريع، عندنا تقريبا أنا جمعت لكم 10 أمراض سريعة، أحاول أمر عليها سريعة، أقل من دقيقة لكل مرض من الأمراض، أمراض كثيرة لكن سأحرص أني أقول 10 لأنه غالبا هالأشياء مرت على واحد مننا بشكل بوقت أو آخر. هقول أقول إيش المرض، إيش مشكلته، وسريعا كيف نتعامل معه. فعدوا معي كويس. في طبعا تقسيمات الأمراض الحنجرة، ناس يقولون أو يقسموها أمراض عضوية وغير عضوية، عضوية وظيفية، ما راح أدخلكم في التفاصيل الطبية هذه، أعطيكم مرض وإيش مشكلته وكيف يعاني الإنسان منه كيف نعالجه. أول مشكلة أو مرض نسميه الوهن الصوتي أو الإجهاد الصوتي، عادة ما عندي بحة كلها حطها علي أنا، ها أنا وأنت يا حسام، مرة أنا مرة أنت، الله يحفظك إن شاء الله. أنا مثلا عندي وهن صوتي، يعني إيش؟ يعني في السوالف العادية الكلام العادي معقول، ما عندي بحة واضحة، تظهر واضحة عند المدرسين والمدرسات، أول اليوم يروح الصباح تروح المدرسة صوتها كويس، تأخذ حصة حصتين، يقدم حصة حصتين، يبدأ ألم، إجهاد، عدم ارتياح في منطقة الرقبة، عدم قدرة على الإكمال، وقد تنتهي ببحة. الأصل ما عنده بحة لكن مع الإجهاد تحصل البحة، هذا نسميه وهن صوتي. بعد تشخيصه لازم تنعمل جلسات والتشخيص عشان نتأكد أنه وهن صوتي، ثم علاجه جلسات علاج صوتي علشان زي ما قلنا يحسن المستخدم استخدام حنجرته ويتعامل في بعض النصائح، يمكن بعدين إذا في سؤال عليها نجيلها بتفصيل أكثر. هذا اسمه الوهن الصوتي. النوع الثاني من العشرة اسمه البحة الغنائية، والمنشدين والمغنين كذا يعرفونها. إيش يعني؟ سوالف يسولف معاك بالتليفون عادي، حسام سولف معاي أنت ما عندك مشكلة، لكن تقول انشد يا حسام، أقول لك انشد يا حسام، اقرأ قرآن بترتيل، تبدأ تعاني، ما تجيب طبقات بشكل جيدة، يتقطع الصوت عندك، هذه اسمها البحة الغنائية. صوتك الطبيعي كويس معقول، لكن صوتك الغنائي، خلنا نقول الغناء ترى معناه الترتيب في الصوت، ما هو شيء يعني قد يكون موسيقى وغير موسيقى لفظيا. فالبحة الغنائية هي عادة عند محترفي استخدام الصوت مثل ما قلنا المغنيين والمنشدين. هذا علم ثاني كبير. بعد ما نشخص نلغي أي أمراض عضوية ونقول هي فقط استخدام، فهذه يبغى لها تمارين كجلسات وأيضا تمارين فنية، كيف أنك تزيد المدى الصوتي وتستخدم الطبقة المريحة لك، وقد نجيلها في وقت لاحق عندما نتعامل مع مشاكل الصوت. المشكلة رقم ثلاثة نسميها العقيدات أو الحبيبات، أتوقع مرت عليكم، وهذه سبحان الله نادرا تأتي في الرجال، تأتي في النساء بكثرة، اللي تكلم كثرة تكلم عن اللي ترهق صوتها كثير، مدرسات أو الأمهات اللي يصارخون على أولادهم بناتهم كثير، وتجي في الأطفال، في الأطفال سبحان الله في الأولاد أكثر، في الكبار في النساء، عقدتين حبتين صغيرتين مقابلات البعض تأتي بسبب الإجهاد المزمن ورفع الصوت المزمن للصوت، صراخ أغلب وقته صراخ صوت عالي. عشان كذا نقول والله عشان ما تدخل في المشكلة هذه ريح صوتك، ريح صوتك، علاجها طبعا مشكلتها أو عرضها بحة، علاجها جلسات علاج صوتي، وعادة ما تحتاج جراحة. العقيدات وكرر العقيدات، عقدتين على كل حبل صوتي وثنية صوتي، بعدها تم تشخيصها، علاجها بالجلسات علاج الصوتي قد نأتي نناقشه بعدين. في مشكلة رابعة اسمها اللحمية أو السليلة،
هذه مختلفة عن العقيدات. يحصل بعض الغير متخصصين يخلطون بينها. طيب إيش اللحمية؟ اللحمية قد تكون غالبا واحدة في ناحية واحدة، هو انتفاخ، انتفاخ موضعي في الحبل الصوتي، غالبا بسبب رفع صوت حاد شديد، إما ضحك شديد أو رفع صوت حاد صراخ شديد. عشان كده نقول طبعا إذا حصل الصراخ الشديد تذكروا كلامي، أثناء أثناء الصوت يقترب الحبال من بعض، أثناء الصراخ تضرب الحبال في نفسها بعضها البعض، الثنتين الحبين يتضاربون يضربون مع بعضهم البعض. فإذا استمر الصراخ في سبحان الله عروق صغيرة مولودة في الحبال الصوتي تنجرح، فيحصل نزيف داخلي في الحبل الصوتي وتكون العفن اللحمية. كيف نقيم نفسنا منها؟ لا تصارخ يا أخي، لا تستخدم حجرتك بقوة زي اللاعب أو اللي غير متمرن فيلعب مباراة شديدة أو يركض بنشاط شديد فيحصل له إصابة في الركبة. الصراخ رفع صوت يبغى له طريقة معينة. هذه اللحميات كيف علاجها؟ والله إذا صغيرة جلسات وعلاج كونزرفتيف يسمونه، ما هو جراحي. إذا كبيرة يبغى لها عملية، يبغى لها عملية وعملياتها بسيطة. هذه اللحمية. طيب والكيس رقم 5، إيش الكيس؟ سمعتوا عنها أكياس؟ نعم، في كيس دهني لكن في أكياس في نفس الحبل الصوتي سبحان الله تطلع فيك. طبعا نظريات ظهوره كثيرة، ما هي حصة علمية، لكن أقول لكم هذه مصطلحات طبية قد تسمعونها، بس أبغى أقول لكم هذه موجودة ونعرفها ولها طرق علاج. إذا ظهر كيس في الحبل الصوتي واحد أو اثنين منهم غالبا يبغى له تدخل جراحي، وقد يكون له دور بالإجهاد الصوتي، قد يكون له دور أو شيء خلقي غير مقلق. كل اللي قلتها الآن إلى الآن ترى غير مقلقة، ما هي خبيثة أبدا ولا لها مشاكل كبيرة إلا مشكلة الصوت. فإذا كان تم تشخيصك في كيس لا تقلق، غالبا يبغى لها عملية بسيطة لاستئصالها وتعود الأمور طيبة. المشكلة رقم 6، انتفاخ الحبال الصوتية، لها اسم إنجليزي اسمه راينك أو راينك، انتفاخ. تجي لمين هذه؟ هذا المشكلة تجي للمدخنين وخصوصا للمدخنات. عادة الحالة الكلاسيكية للحالات اللي الانتفاخ هذا دكتور الصوت وقف عندك. أستاذ عفاف الصوت قطع عندي ولا عند الدكتور؟ عند الدكتور. اي دكتور خالد ممكن يكون في عنده عذرا على الخلل التقني هذا، ممكن يكون في المايك مغلق عنده، يمكن اغلقه بالغلط. اي دكتور خالد، طيب معلش ثواني، هو توقف عند الانتفاخ صحيح استاذ عفاف؟ دكتور خالد نعم صحيح. اي طيب العذر منكم جميعا، معلش ممكن يكون خلل تقني او شيء من هذا القبيل او جاه اتصال. دقيقتين يكون مع الدكتور. دكتور خالد طيب لما يكون معنا الدكتور خالد الله يحفظكم، بس أوصيكم أنكم تغردوا بالمساحة، وأيضا شكر خاص جدا لراعي ديوانية آيات الماجد للعود، شكرا جزيلا على رعايتهم الطيبة، رفعت لكم تغريدة خاصة بالماجد للعود، يعني أنتم عارفين مقبلين على عيد الفطر كل عام وأنتم طيبين وعندهم عروض جدا طيبة، فيهمنا زيارتكم لتغريداتهم. أنا أعتقد الدكتور ممكن عنده مشكلة، ممكن أنا خايف أنه جالس يتكلم وهو ما يسمعنا. دكتور خالد، طيب دكتور خالد لو تطلب المايك مرة ثانية. دكتور خالد، عجيب. ما يمكن أحد يتواصل معاه؟ طيب اي لا جالسين نتواصل معاه لكن الظاهر عنده إشكالية في الجهاز. معليش يا جماعة ذرونا، كلنا أهل وعائلة واحدة في آيات، فهذه من مشاكل التقنية اللي لابد نتقبلها.
أنا كلمت الدكتور إن شاء الله فقط حصل عنده خلل تقني، فالعذر منكم جميعا، أعطيكم ألف عافية. إن شاء الله يكون ثواني ويكون موجود معنا. هلا وسهلا دكتور، نورتنا مرة ثانية، حياك الله. ما أدري شو اللي حصل له، خرجت أنت جاي تلفون ولا شيء؟ لا أبدا دكتور، معذور. أنت وقفت عند تخمة الصوت أو شيء من هذا القبيل، يعني كانت هذه المصطلح طيب اللي تفضلت فيه قبل. خلنا ننهيها، اللي هي قلنا الانتفاخ، انتفاخ الحبل، انتفاخ الثنايا. بس دكتور الصوت ما هو بواضح، أنت كيف قاعد تكلمني، من المايك ولا من الجهاز مباشرة؟ من سماعة الصوت. هل هي مناسبة ولا أحطها على الاستخدام؟ لا الصوت، الصوت فيه صدى، لو تكلمني بنفس الطريقة السابقة يكون أفضل، أكون لك شاكر. طيب خلني إذن معلش أخرج من أبد معذور. أبد معذور أخوي أحمد، لو تقفل المايك بس عشان ما يكون في تداخل مايكات، الله يحفظك، شكرا لك. طيب دكتور تفضل نشوف كيف الصوت الآن، لو تفتح المايك دكتور لأن ما نسمعك. السلام عليكم، كيف الآن الصوت؟ يا ما شاء الله تبارك ممتاز. الرحمن ممتاز. صوت جميل كويس. الله يجبر بخاطرك يا حسام، الله يجبر بخاطرك. الله يسعد قلبك، شكرا لك ولوقتك. تسلم لي مره مقدر. تسلم. طيب خلنا في مشكله، خلنا عشان الوقت، في مشكله كنت اقول يمكن الصوت ما كان واضح. هي اكثر مشكله شيوعا اشوفها عندنا في العياده الصوت في كثير من المقرئين والمقرئين والمنشدين وخلافه، ما نسميه اخاديد الحبال الصوتيه، اللي للأسف صاحبها قد يتنقل بين العيادات وتشخيصها أحيانا ما يكون سهل. إيش معنى أخاديد الحبال الصوتي؟ هذه حفرة على طولية بكل حبل صوتي، زي هبوط مطب بس هبوطا، تختلف عمق الهبوط هذا، فلا تسمح بالحبين الصوتيين يقومان بدورهما الجيد اللي هو تحرك الغشاء المخاطي بغير دخول بالتفاصيل. هذه الأخاديد حميدة نعم، ولكن علاجها صعب، ما لها علاج للأسف. اللي عنده أخاديد ويشخص بالأخاديد مشكلته أنه قدرته على التنقل بالطبقات تضعف، مشكلته أنه صوته قد يكون حاد شوي حتى لو كان رجل، مشكلته نفسه أقصر شوي، لكنها غير خبيثة وحميدة، وتدخل الجراحي غير مفيد فيها كثيرا. لنا طريقة معينة إن شاء الله في العيادة قد نتكلم عنها عن طريق الجلسات، لكن غير مقلقة. المشكله اللي بعد كذا لو سمعتوها حادث مشلل للثنايا الصوتيه، لا تخافون من الاسم، هو حبلين صوتيين واحد منهم ما صار يتحرك، وهذه ترى مشكله. قد بعض الناس يقول زكمت وصار لي زكام شديد وقعدت اسبوعين ثلاثه اربعه بعد الزكام صوتي تعبان، هنا نفكر لازم يعمل منظار حتى نشوف، قد يكون تاثر واحد من الحبال الصوتيه تاثر بالتهاب فيروسي بعد الزكام، لها تفاصيل كبيره في العلاج. اذا يعني ما ندخل في التفاصيل هذه، بعضها جلسات وبعضها جراحيه، لكن ايضا غير خطير. المشكله اللي ثاني مشكله مهمه وجدت انها منتشره كثير عند المقرئين والمقرئات او المنشدين والمنشدات او المستخدمين الصوت والمستخدمات، هو ارتجاع احماض المعده للحنجره. وهذه مشكله عندي انا موجوده وعند ناس كثير. باختصار شديد في خلال دقيقة أقول وركزوا معي، لأنه هذه مشكلة ترى منتشرة كثير، يكاد ما يجيني في العيادة أحد من محترفي استخدام الصوت إلا عنده اشتباه والمشكلة هذه موجودة. باختصار شديد، أحماض المعدة تفرز في المعدة لهضم الطعام، وأحماض شديدة وقوية، إذا هربت هذه الأحماض إلى المريء سببت حرقان ويسميه ارتجاع مريئي، ما يجي عندنا في عيادة الصوت. النوع الثاني، تطلع الأحماض الكاوية إلى الحنجرة فوق إلى البلعوم فتسبب كوي، تكوي المنطقة، فما يستطيع الإنسان أنه زي ما كان أول يتنقل بين الطبقات ويصير عنده بحة وعنده شرقة أثناء الليل، يعني نشخصها بأشياء كثيرة ما هو وقت التفاصيل فيها الآن. هذا النوع يحتاج إلى أخذ تاريخ مرضي، المرض هذا تأخذ تاريخ مرضي عشان نتأكد أنه نشتبه بقوة أنه موجود، والمنظار، ثم بدء خطة علاجية من أدوية ونصائح نخليها في باب الحمية. لكنها مشكلة ترى منتشرة، أبغاك تركزون معي، إذا وصلنا بالموضوع الحمية، لها حمية ولها أدوية نتكلم فيها. آخر حاجة، موضوع بدأت عن لما قلنا المدخنين وتكلمنا عن مشاكل التدخين، قلنا بعض الناس يحصل عندهم تأثرات، تأثر في الأغشية المخاطية للحبال الصوتية. تخيل، أقول هذه رسالتي مرة أخرى للمدخن والمدخنة،
كل نفس تاخذه او تاخذينه من السيجاره سواء حتى الالكترونيه، ترى ها شيشه، سيجاره عاديه، سيجاره الكترونيه، كله نفس المشكله. اي نفس يؤخذ فهو يمر على كل الحبلين الصوتيين اللي قلنا عليهم الصغيرين ال2 سنتي مرتين، مره في اخذ النفس، اخذ النفس واخذ الدخان يمر حبلها عليها حتى يدخل الرئتين، ومره اخرى في اخراجك للهواء او اخراجك للدخان. تخيل كم سيجاره وكم نفس على الحبين والثنيتين تحصل فيه مشكلة. بعض الناس تنتهي لا سمح الله بسرطان في الحنجرة، قد تنتهي باستئصال الحنجرة. أنا مريت مرور سريع على 10 مشاكل، أنا عارف أني كنت سريع فيها، لكن الآن ما عندي مشكلة إذا سمحت لي مهندسنا إذا في أحد من الأمراض هذه ممكن نسمع إذا وقتكم يسمح، أنا ما عندي مشكلة يعني نرد على سؤالين أو ثلاثة على هالموضوع ندخل فيها أكثر، ولكن مع التأكيد على المساحات ليست للتشخيص، لا أستطيع تشخيص أحد عن طريق المساحة، نعطي بس نصائح عامة، نقترب من الفكرة، لابد من أخذ تاريخ مرضي مفصل وعمل منظار حتى نصل للتشخيص المناسب. تفضل مهندسنا. طيب شوف دكتور خالد، أنا ودي بعد إذن الموجودين معنا على الستيج أيضا نستأنف المحاور اللي موجودة، وبعدها نأخذ المداخلات كلها يكون أفضل، لأن الوقت بدأ يداهمنا أكثر. إذا يعني إذا نقطة أبو ريان، إذا أنك مستعجل أو تنتظر معنا، ترى باقي عندنا كم محور قد تكون الإجابة من ضمن المحاور، وبعدها نأخذ مداخلات عبد الإله وأخوي أحمد وأختي عفاف، إيش رأيكم؟ يكون أفضل صحيح؟ طيب أنا جاهز دكتور. جميل دكتور خالد، بس عندي تساؤل فضل. بسيط جدا ويتمنى تمر عليه بشكل سليم. فضل. ما علاقة الاستماع الجيد أو الأذن السليمة في مخارج صوت الإنسان؟ يعني هل في ارتباط بين الأذن وسلامتها وبين صوت الإنسان؟ طيب حسام، هنا نرجع للنقطة الأولى ذكرناها، الكلام شيء والصوت شيء آخر. يعني خروج الحروف مني وسواء واضحة ولا لا، تأتأة ولا لا، خنة ولا لا، هذه مشكلة كلام ليس مشكلة لا. الصوت، الصوت هو الآي واللي يطلع من هنا ويشكل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، السمع مهم جدا في مراحل في مراحل مبكره في الانسان وما بعد، وفي مو الانسان وما بعدها طبعا. اذا الانسان ما كان سمعه او الطفل ما كان سمعه جيد ابتداء في هو خاصه في اول 3 سنوات من عمره، لن تنمو عنده اللغه ولا الكلام. حيكون عنده الصوت كويس لانه في الحنجره ما هي مشكله، ما فيها مشكله، لكن لن يكون عنده كلام، لانه كلام ولغه لانه ما سمع. فدور ارتباط اللغة بالكلام وارتباط السمع بالكلام واللغة أكبر بكثير من ارتباط الصوت، ولكن في ترابط بين السمع والصوت. وهو إيش هو؟ الناس اللي عندهم مشكلة في السمع، مشكلة في السمع، ما يسمع نفسه كويس، يضطر لا شعوريا يرفع صوته كويس. فتلاقي بعض الناس اللي خاصة في كبار السن لما يرد عليك بصوت عالي، ترى هو على أنه ما يسمع نفسه فتوقع أنك أنت ما تسمعه فرفع صوته. فمثل الحالات هذه نقول له بس نتأكد المشكلة فيها مشكلة في السمع، يتعالج مشكلة السمع، وبعد كذا تنحل مشكلة الإرهاق الصوتي أو الإجهاد الصوتي اللي يعاني فيه ويخليه دائما يتكلم. لكن السمع ارتباطه أكبر بالكلام وباللغة. واضح جدا يا دكتور، يعطيك ألف عافية على هذا التوضيح. وودنا أيضا نتكلم عن يعني مراحل العلاج بعض الأمراض يا دكتور خالد، لو في مجال نتطرق لها، وبعدها إن شاء الله نتكلم عن بعض الوصايا ونأخذ المداخلات. تفضل دكتور. جميل. للتبسيط، الخيارات اللي عندنا في علاج أمراض الصوت مهمة ومفيدة لكنها غير ما هي كثيرة. ألخصها في التالي: 1 يمكن 4 أشياء رئيسية. 1 نصائح وحميات، يعني سوي كذا لا تسوي كذا، كل كذا أو لا تأكل كذا، هذه مجموعة من العلاج وهي مهمة جدا، وحنتكلم عن بعضها بعد شوي. النوع الثاني أو الخط الثاني هو الجلسات العلاج الصوتي، حتكلم عنها باختصار عشان بس ماذا تعني هالكلمة. الخيار الثالث الجراحة الصوتية، زي ما قلنا اللحمية لابد في غالب الحالات تبغى لها جراحة، الكيس يبغى له جراحة، وهذا اللي يقوم فيها الجراح. والخط الرابع الأدوية، بعض الأدوية تعالج الصوت. واللي كيف دواء يعالج الصوت؟ أيوه، الارتجاع. حالات الارتجاع الحنجري اللي تصل فيها الأحماض إلى الحنجرة يبغى لها أدوية. خلني أمر على الجلسات والأدوية باختصار شديد. الأدوية
غالبا ما لها دور في الصوت الا في حالات الارتجاع الحنجر البلعومي بعد ما يكون في اشتباه انه في عنده في اشتباه لارتجاع حماض المعده للحنجره. فيه خطين للعلاج، خط حميه وحنتكلم عنه بعد شوي، وخط الدواء. الدواء هذا دوره يقلل افراز الحماض من المعده، ولها طريقه معينه للاستخدام ما نقدر ندخل في تفاصيلها في الوقت الضيق هذا. هذا يمكن اهم شيء للدواء. طيب وش الجلسات؟ قد الطبيب المعالج يحولك عنده هو او عند اخصائي لعمل جلسات، وهذه ترى مفيده لاغلب الامراض الصوتيه. ايش الجلسات؟ هي جلسه عاده تكون مره في الاسبوع، اذا في وقت عند في العياده تكون مرتين في الاسبوع، ما تقل عن ذلك. يكون فيها بعد ما تم التشخيص، طبعا هذا الان وصلنا لمرحله العلاج. خلينا ناخذ مثال العقيدات، عقيدات الحبال الصوتيه قلنا علاجها على جلسات علاج صوتي. تبدا بتمارين في الجلسة، كيف تتحكم في الصوت، كيف تتنفس عن طريق البطن، كيف تريح منطقة الحنجرة وعضلات الحنجرة والكتفين، كيف تطلع الهواء بشكل مريح، كيف تعرف طبقتك اللي طبقة الصوت اللي عندك مناسبة لك، وكيف تكون ضمن الطبقة من غير ما تشد على نفسك. لا يدخل فيها المقامات، أنا لست خبير مقامات. المقامات هذا فن يبغى له أهله، وهو وفن المدى الصوتي وتمرينه ما هو طبي. العلاج الجلسات العلاج الصوتي هي تعتمد اكثر شيء على التحكم في النفس الجيد، واخراج الهواء واخراج الصوت بشكل مريح ما يكون فيه شد، ولها طبعا طرقها المختلفه. فهذا بس للتعرج على النقطتين هذه. اما الحميه والنقاط حقت الحميه والنصائح وهذا، فهذا موضوع كبير ممكن ترى انا جاهز نبدا فيه الان، نعطيكم بعض النصائح والحميه، بعض النصائح والحميات اللي ان شاء الله مفيده للصوت ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني تعتبر هذه الحميه هي لها علاقه بمفهوم الوقايه والعنايه بالصوت دكتور خالد، يعني ام هي مقتصر على شيء محدد بحد ذاته او مرض معين او شيء من هذا القبيل؟ نعم، هي الخط العلاجي هذا ليس فقط حميه، هي نصائح وارشادات قلنا، هي ومن ضمنها بعض الحميه. الحميه مفيده جدا في مشكلة الارتجاع الحنجري، وهذه رسالة لنفسي عن حالة ارتجاع وللناس اللي تم تشخيصهم بارتجاع ويأخذون أدوية ارتجاع. أخواني وأخواتي اللي تم تشخيصكم بالارتجاع، ترى الاعتماد فقط على الدواء وأنه خلاص أنا أخذ الدواء الارتجاع وأكل اللي أبغى وأشرب اللي أبغى وأنام وقت ما أبغى، ترى خطأ كبير. فيجي الحمية في هالحالة مهمة جدا. طيب تجيني أسئلة كثير، طب الينسون، سكر النبات، المشروبات هذه للأسف ما عليها دراسات. يعني الدراسات الوحيدة الموثقة علميا من المشروبات المهمة المفيدة هي الماء، لا خلاف على ذلك. أكثر من شرب الماء، هذا يجب أن تكون عادة كل واحد فينا تماما كلنا، وخصوصا من يهتم في صوته. الجفاف، جفاف الجسم وجفاف الحبال والثنايا الصوتية والحنجرة مدمر للصوت، لأنه الطبقة اللي على الطبقة الرطبة على الحبال الصوتية حامية سبحان الله، فإذا كان في جفاف في مشكلة. فأكثر وأكثر من شرب الماء حتى لو أنت عطشان، خاصة في الأوقات هذه. رسالتي لأئمة المساجد والخطباء اللي يقرؤون في رمضان، ترى ما يكفي أني أشرب لتر كامل عند السحور حتى أقول والله أنا غطيت نفسي وتروية كافية في نهار اليوم الثاني حتى لو ما حسيت بالعطش. الطريقة الصحيحة أنك تشرب خلال الليل كميات موزعة خلال اليوم، بحيث أنه جسمك يكون رطب، حنجرتك تكون رطبة، لما تتعرض بعدين للصيام ويكتب الله يكتب لنا ولكم الأجر، ثم تيجي صلاة المغرب ثم صلاة العشاء، ما لسه اللي شربته على الفطور يمكن ما لحق سوى تروية لجسمك. فأقول نحرص، أحرصوا على الإكثار من شرب الماء وتوزيعها خلال اليوم، هذا أهم من الإكثار من شرب السوائل والماء عند عند السحور. هذه ما يخص الحمية بشكل أساس. أما الأشياء الأخرى فما في دراسات أثبتت فاعليتها. والله أنت استخدمتها وارتحت عليها خذها، ما استخدمتها ما أقدر أقول لك اتركها. والله دكتور خالد صراحة فاجأتني في موضوع السكر. يعني أنا مثلا واستحلاب السكر، أحيانا كثير عندي مقاطع فيديو سجلتها مثلا في بعض الاستوديوهات، أول ما أدخل أو قبل لا أروح يقول عليك باستحلاب السكر، يجيك سكر نباتي كذا مثل هولز. يعني هذا أنت الآن
ما ذكرت انه ما في شيء علمي يثبت جوده هذا الشيء او صحه هذه المعلومه، وتؤكد فقط الشيء اللي عليه دراسه هي شرب الماء هي اللي تاثر على الصوت والمحافظه على الصوت. صحيح، بس خلي افرق بين حاجه، الهولز والادواء الاشياء الاخرى هذه مختلفه شويه عن سكر النبات. سكر النبات ما انا مادة. قصدي انا اشبهها بنفس الهولز. شكل اي صحيح. يعني انا قصدي التشبيه فقط، وليس انا ما اقول انه والله في احد صاحب بالهولز، لكن يجيك سكر النبات مثل حبه الهولز كذا للاستحلاب يعني، عرفت؟ يقول لك واضح خذ لك حبتين. تفضل. انا 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 لا امنعها، انا الان عندي شويه قلت لك بدايه الزكام، انا ترى قبل ما ابدا اخذت احد الشركات اللي تطلع حبوب المص اسمها انا سبحوب مص، لا امنع من استخدامها، انا اقول لك قد تكون مفيده لكن ليست علاج. ليش ايش كيف تفيدك حبوب المص؟ تفيد حبوب المص حسب محتواها طبعا، اول شيء انها تزيد من رطوبه المفم، لانه اثناء ما يكون عندك في الفم تمص شيء انت تشجع الخلايا اللعابيه لتفرز اللعاب، وقلنا عدو الصوت هو الجفاف، جفاف الحنجره وجفاف الحبال الصوتيه وجفاف اللسان وجفاف المنطقه، ما راح تتكلم بشكل جيد ولا يطلع صوتك بشكل جيد. فالحبوب المص ترطب المنطقه، هذا دور ترى اساسي. في بعض الحبوب المص هذه فيها ماده يعني فولاتايل، يعني تطلع تتبخر كذا ويستنشقها الانسان، توسع المدارك المجرى شوي، تزيد من الارتياح. في بعضها حتى مواد مش هقولك مخدرة لكن تسبب ارتياح موضعي، فلما تتكلم وتسولف ما تنزعج. أنا أقول لست ضدها لكن هذه ليست علاج، هذا وسيلة مساعدة زي ما تفضلت تساعدني أن أسولف بشكل، لكن أنا أتكلم عن مريض، هل أقول لك والله أنت خذ هذا كعلاج لك واعتمد عليه فقط؟ لا، خذه كوسيلة مساعدة ما عندي مانع. هل أجبت على سؤالك؟ نعم واضح يا دكتور، واضح. يعني هو شيء للمساعدة، ولكن أنت ما منعته كطبيب متخصص. لا لا و... لا لا لكن لا. الشيء اللي تنصح فيه وعليه دراسات مثبتة علميا كمتخصص هو شرب الماء بشكل عام لكل إنسان. طبعا شرب الماء لا شك أنه مفيد للإنسان، لكن هو أكثر شيء ممكن يكون له تأثير واضح وعليه ما يثبت علميا أنه يفيد للصوت. وذكرت وصلت رسالة للأئمة والقراء خاصة في شهر رمضان أن الإكثار من شرب الماء بطريقة صحيحة وليس فقط ما قبل السحور. صحيح. وأيضا أكدت على نقطة عدم الشعور بالعطش لا يعني ذلك الارتواء، ممكن صحيح. يكون هذا وهم فقط، لكن أنت بحاجة أكثر إلى شرب الماء. طيب دكتور، إذا نبغى قبل لا أخذ تساؤلات الإخوة اللي موجودين معنا، ودينا كده تعطينا يعني نصائح عامة حول طيب. عنوان مساحتنا اليوم، وبعدها نأخذ تساؤلات أختنا عفان. وأستأذن المفروض أيه تبقى عن مساحة 5 دقائق بس نمددها 10 دقائق بحيث ناخذ مداخلات. أنا معاك يا حسام، أنا معاك. الله يرفع قدرك. ما عندي مشكلة، لأنه في أشياء فعلا أنا أعرف بعض الأخوان والأخوات يسمعون كلام كثير من مصادر بعضها علمي بعضها غير علمي. أنا حريص الآن أنه أعطيكم قدر الإمكان أشياء علمية مثبتة قدر الإمكان أو مفيدة. خلوا عرج سريعا على بعض النصائح العامة. عرجت وقلت على موضوع الإكثار من شرب الماء، وقلت على موضوع الحمية. ترى الحمية موضوعها كبير اللي تخص الارتجاع، أعطيكم قائمة منها سريعة وإذا في وقت بعد ندخل في تفاصيلها. أنا أنصح جميع محترفي استخدام الصوت، جميع الأئمة، جميع المتحدثين يتجنب القائمة التالية أو يقلل منها حتى لو ما عنده ارتجاع، لكن اللي عنده ارتجاع حنجري أو مريئي يتركها تماما أو يقلل منها كثيرا. 1 الدهون والمقليات. 2 المشروبات الغازية. 3 الشاي والقهوة، سامحوني الشاي والقهوة فيها كافيين، بعض الناس يستفيد منها بعض الناس لا تضره لكن بعضهم يضره، فعشان كذا أقول باب الاحتياط. الشوكولاتة أنا لا أقول تمنع تماما، أكرر كلامي يقلل منها خاصة لو لاحظت أي من الأكلات اللي بقول لك الآن تزعجك وقف منها. الشوكولاتة، الفلفل والشطة والبهارات والأكلات الحراقة، النعناع يسوي يوسع فتح البوابة اللي بين المعدة والمريء فيزيد الارتجاع، الطماطم والكاتشب، بعض الناس ما يدرك خطر اللي عندهم ارتجاع. أقول لا تكثر من الطماط والكاتشب في الأكل لأنه يهيج المعدة. البرتقال والليمون إلى حد ما، والتدخين. هذه قائمة طويلة، أعرف أن بعضكم زعل مني الآن لكن أعيد وأكرر، اللي عنده ارتجاع يتركها 60-70-80-90%، واللي ما عنده ارتجاع يقلل منها ويشوف نفسه. 2 لا تنام بعد الأكل مباشرة قدر الإمكان. أنا أعرف خربطة النوم والسحور، وبعض المدرسين والمدرسات يجي بعد الدوام ثم يدقها ما شاء الله ويدقها في الكبسة والأكل الثقيل واللحم والشحم ما شاء الله وينام بعدها، عادة سيئة، يحصل ارتجاع أثناء النوم. كم المدة؟ 4-5 ساعات. برمج نفسك أنك تنام قبل الأكل وليس بعده.
أيضا من النصائح المهمة لا تتكلم في خلفية فيها أصوات وضوضاء، يعني تسولف في الجوال وأنت في الصالة حولك أولاد وبنات وتلفزيون شغال كده، حتضطر ترفع صوتك، هذا عادة سيئة. استخدام الجوال عند بعض الناس أصلا مضر لبعض الناس لأنه لا شعوري يرفع صوته، فانتبه وانتبه يا أختي الكريمة، هل أنت من النوعية الناس اللي مسك الجوال لا شعوريا رفع صوته؟ الناس اللي حولك تنبهك وتقلل من استخدامه. أيضا مهمة للمدرسين والمدرسات وأيضا المقرئين وأئمة المساجد وهم مستفيدين منه، اللي هو الميكروفون صديق، ترى الميكروفون صديق حميم وودود لمحترف استخدام الصوت. ورسالتي للمدرسين والمدرسات، حاول وحاولي لا تشرح أو تشرحين في فصل في صوت ولجة وخاصة في الابتدائي من غير ما تستخدمين مايكروفون، ولها طرق ممكن استخدمها نسولف عنها بعدين. نقطة الأخرى، لا تتكلف في إخراج صوتك، خاصة لبعض المقراء، ممكن قد يكون كلامي قلته لبعض الأخ اللي كان كلمنا كإمام مسجد، يكون في باله مقرئ معين يبغى يقلده ويجيد تقليده، لكن طبقته حنجرته ما يقدر، ما أخذ التمرين الكافي أن يوصل لها الطبقة. هذه خيار خاطئ، يجب أن تعرف مداك الصوتي حقك وتتكلم وتخرج صوتك من خلاله. نصيحة اللي بعد كذا، تجنب النحنحة. النحنحة، نعم النحنحة، كثرة النحنحة أتكلم كثرتها مزعجة، لأنه النحنحة يحصل فيها احتكاك بين الحبال الصوتية. طيب يا أخي أنا أحس في شيء عالق في الحنجرة هنا، صوتي ما هو صافي. نقول اللي عنده المشكلة مزعجة، واحد أكثر من شرب الماء عشان تكون ترطيب، اثنين استبدل النحنحة بكحة مفتوحة ثم ابلع، لكن كثر النحنحة مزعج. أيضا لا تتكلم بعد انتقاء أو طلع صوتك بعد انتهاء الهواء التنفس، وذكرتها أنا، في هواء تكلم طلع صوت، ما في هواء وقف وخذ نفس جيد. تجنب الضغوط النفسية، وش دخل النفسية في الصوت؟ لها دخل كبير. الضغوط النفسية خاصة عندهم ارتجاع تزيد إفرازات الأحماض من المعدة، فيزيد الارتجاع فتزيد مشاكل الصوت. فعود نفسك يقول لك برنامج جيد تقلل فيه الضغوطات. وأيضا قبل الختام ننصح بالرياضة، تخفيف الوزن، الرياضة، المشي ترى مساعد للصوت بشكل مباشر وغير مباشر. اللي عنده جفاف كثير ويشرب موية يقول ما حسيت أن تكفيني لما أشرب موية كثير، ممكن تجيب جهاز المرطب اللي نحط في الغرف خاصة أثناء النوم، ترطيب المنطقة أثناء النوم ولما تشرب تتنفس الهواء الرطب يساعد. ختاما، قلل من استخدام الأدوية اللي تسبب جفاف زي أدوية الحساسية، كلارينيز وخلافه، لا تأخذها إلا باستشارة طبية. الكلارينيز والأدوية الحساسية خاصة اللي فيها مضادات الاحتقان تسبب صح تقليل الإفرازات في الحنجة في الأنف، لكنها تسبب جفاف. فإذا الدكتور وصف لك دواء خذه طبعا، هذا شيء مهم، لكن لا تأخذه خارج وصفة الطبيب، وإذا أخذته أكثر من شرب السوائل. أخدم نصائحي لكل مريض يعاني من بحة في الصوت، إذا البحة الصوت عندك أو عندك زادت عن أسبوعين، إذا بحة الصوت استمرت أكثر من أسبوعين، فأنت محتاج كشف أخذ تاريخ مرضي وكشف عمل منظار للحنجرة لمعرفة السبب. عادة ما تستمر بحة في الصوت أكثر من أسبوعين، إذا كانت بحة العادية زي الزكام وخلافه أكثر من أسبوعين لا تطول، أنت ما تدري في أي قائمة اللي احنا قلناها الطويلة اللي 10 مشاكل وغيرها مشكلتك موجودة. هذه بس على عجالة أهم النصائح، وأنا أعرف أنه الموضوع مسجل، لعله لو أسرعت في الكلام يرجعون لها، أو إذا رأيته ترى أنا مستعد في أي وقت بعد نتكلم تفصيليا عن بعض الأشياء أنا ما عندي مشكلة.